مستانس وهو يسب ويغلط ويتنمر على خلق الله في مواقع التواصل الاجتماعي ويمارس العنصرية. هالفيديو لكل متنمر منشنوهم تحت هالبوست. من حق أي شخص تم التهجم عليه بالسب والشتم والعنصرية أنه ياخذ حقه وفق القانون البحريني، واللي أوضح ذلك في المادة 9 مكرر من قانون رقم 60 لسنة 2014، واللي تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة اللي ما تقل عن 1000 دينار وممكن أنها توصل إلى 50,000 دينار كل من قام بالسب والشتم والإساءة للغير، إضافة إلى أن المجني عليه من حقه أنه يرفع دعوة تعويض عن الضرر اللي أصابه بسبب التشهير فيه، وهذا التعويض يقدر القاضي وممكن أنه يوصل إلى آلاف الدنانير.